عروس وعريسة، عروس وعريسة، عريس وعروس، عريس وعروسة لسه مخلصين الفرح وراجعين تعبانين جدا، وكل واحد فيهم مش شايف قدامه. الفرح من الساعة 9 الصبح، مكياج بعد كده كوافير بعد كده فوتوسيشن وبعد كده قاعة، ورجعوا هلكانين خالص. دخلوا من باب الشقة وقفلوا على نفسيهم الباب، وكل واحد فيهم دخل خد حمام. العريس خلص حمامه بسرعة ودخل على الأوضة وفرد جسمه على السرير، وبعديها العروسة خلصت الحمام ودخلت عليه الأوضة، وأول لما شافته قامت مصوتة: يا لهوي! إيه؟ في إيه؟ أنت إزاي نايم على السرير كده؟ إيه نايم إزاي؟ أنا نايم إزاي؟ أنت نايم في المكان اللي أنا بنام فيه. ليه؟ أنا نايم على اليمين وأنا بحب أنام على اليمين. لا ده أنا بقالي 28 سنة بنام على اليمين، وأنا بقالي 26 سنة بنام على اليمين. طب هنعمل إيه دلوقتي؟ هنعمل إيه؟ أنا عايز أنام مكاني وأنا مش هعرف أنام، مش هرتاح، مش هنام. وأنا بقولك أنا هنام على اليمين، يعني هنام على اليمين. طب ينفع ننام خلف خلاف؟ أنا نام راسي فوق ورجلي تحت، وإنت العكس، أهو كده تبقى أنت نمت على اليمين وأنا نمت على اليمين. إيه؟ أنت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ طلقني. إيه؟ طلقني؟ أوبس. ورجعنا لكم تاني في الحلقة التانية من إزاي تختار صح. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن إزاي تعرف نفسك كويس علشان تقدر تختار شريك حياة مواصفاته تنفع مواصفات نفسك. المرة دي بقى هنتكلم عن الاختلاف، ولازم تبقى عارف حاجة كويسة جدا، إن كل إنسان مختلف عن التاني. يعني مستحيل تلاقي حد شبهك بنسبة 100% ولا حتى 90% ولا 80%. لازم تقبل فكرة الاختلاف لأن كلنا مختلفين، بس لازم برضو في نفس الوقت تحط شوية مبادئ. يعني في حاجات أساسية مش هينفع تستغنى عنها مهما حصل، وفي حاجات ثانوية هتتفاهم فيها مع شريك حياتك وتوصل لحل وسط، وفي حاجات بسيطة ممكن تتغاضوا عنها وما نحطهاش في دماغنا وعديها. إنما في ناس بتطلب الكمال، وانتوا عارفين الكمال لله وحده. أنا عايزها تكون جميلة جدا وهادية جدا ومطيعة جدا وشخصيتها تكون قوية. طب ما حبيبي مش هينفع، مش هينفع يبقى فيها كل المواصفات دي وشخصيتها قوية. ما هي شخصيتها قوية دي لازم بتقول رأيها، وطالما هتقول رأيها يبقى لازم انت هتعمل بيه، فمش هينفع تبقى هادية جدا، فمش هينفع دي تبقى مع دي. ما انت لازم تختار لك حاجة، الكمال لله وحده. ركز معايا بقى شوية، ما تعصبنيش عليك. وهي برضو تقولك انا عايزاه حلو جدا وعطوف جدا ومحب جدا قوي جدا كريم جدا حريص جدا. في ايه يا ست؟ كريم ازاي وحريص في نفس الوقت؟ ما احنا مش هينفع كده، ما انت لازم تختاري لك حاجة. علشان كده الكمال لله وحده، مفيش حد فيه كل المواصفات، المواصفات دي موجودة في الخيال بس. فأول حاجة لازم بتحط لنفسك الأساسيات اللي انت لا يمكن تتخلى عنها مهما حصل، مع ان للأسف بيحصل حاجات بتخلينا نتخلى عن أساسياتنا، زي مثلا الانبهار. فجأة تلاقي صاحبك بقى منبهر جدا بواحدة ونسي كل المبادئ والأساسيات اللي هو حاططها. أنا بحبها. ماشي يا سيدي، أنت بتحبها فوق دماغي، لكن دي بتروح البيت الساعة 12 وبتنام الساعة 4 الصبح، فبناء عليه بتصحى الساعة 1 الظهر. يعني ولا هتطبخ ولا هتأكل العيال. مش مشكلة، أنا هغيرها بعد الجواز. يا حبيبي مش هينفع، أنتوا الاتنين مش متوافقين. أنت بتصحى الساعة 5 الصبح وهي بتنام الساعة 5 الصبح. مش يمكن ربنا يكون بعتني ليها علشان أقومها؟ تقوم مين؟ يا حبيبي تقوم مين؟
انت لا يمكن تغير حد قاعد 28 سنة من حياته عايش كده وتأسس كده. انت بتغير في الاساسيات سعادتك. انت بتعاملني كده ليه وبتكلمني كده ليه؟ انا بحبها بحبها ومستعدة تنازل عن حاجات كتير علشانها. هنا بقى بيجي فكرة التنازل، بتتنازل عن حاجات كتير علشان انت انبهرت فبتتنازل عن اساسياتك، ودي فيتال ميستيك، بتغلط غلطة عمرك، لان انت بتشوف ايام سودة على مدار حياتك بسبب الغلطة اللي انت غلطتها دي. اتوحشنا، ابقى سلملي على الاموات اللي هناك. هديك مثال تاني، البنت مثلا تبص على الشاب وتقول ايه يا ماما مالك في ايه؟ ده معاه عربية بالشيء الفلاني، وهيسكنني في شقة بالشيء الفلاني، وهيعيشني عيشة انت نفسك مش معيشهاني. منبهرة بيه جدا، فمش شايفة الاختلافات، فبتبتدي تتنازل عن الاساسيات اللي هي حطاها، وبالتالي الجوازة باظت. الحالة التانية غير الانبهار هي عدم النضوج الكفاية. انت انسان غير مؤهل انك تختار صح، لان انت اصلا مش حاطط اساسيات ومبادئ لنفسك في شريك الحياة اللي انت هتختاره، فبناء عليه بتبيع اساسياتك، واللي يبيع اساسياته بيخسر نفسه ويبقى غلط غلطة العمر. يبقى ركز معايا كده، اراجع لك اللي انا قلته لك بسرعه. يبقى احنا عرفنا ان في اساسيات لازم بنحطها، وفي حاجات ثانويه بنوصل لحل وسط مع بعض، وفي حاجات بسيطه بنعديها. طب ايه يا عم هي الامور الاساسيه اللي لازم نحطها؟ لا، ما دي سيادتك اللي بتحطها. كل واحد بيختلف عن التاني في اموره الاساسيه ومبادئه الاساسيه. واحد مثلا متدين لازم ياخد واحدة متدينة، ممكن تبقى ازيد منه حاجة بسيطة او اقل منه حاجة بسيطة، بس ما ينفعش يبقى هو بيفكر في صلاة نص الليل وهي بتفكر في سهرة نص الليل. ما هو في فرق هنا في السرعات سيد الرئيس. لازم تختار حد يكون متقارب مع اساسياتك. يعني تخيل واحدة حياتها كلها صوم وصلاة وعبادة ربنا، وواحد حياته كلها سينما وفنون وكل حاجة، دول مش هيبقوا متقاربين. حيات دول هتبقى عاملة ازاي مع بعض؟ دي هتبقى خناقات بس. ودي كانت الامور الاساسية. اما بقى الامور السنوية فدي تبقى امور بسيطة نقدر نتفاهم فيها مع بعض، يعني اختلافات بسيطة نقدر نمشيها. انت عايز ازور مامتك يوم الخميس وانا عايز ازور مامتي يوم الخميس، فهنتفق مع بعض انت تزور الخميس ده وانا ازور الخميس اللي جاي، ونمشي الدنيا مع بعضينا، مش هتقف على دي. اما بقى الامور الوسطية، واحدة بتحب واحد جدا وبتحب كل حاجة فيه واساسياتها ماشية مع اساسياته، وعنده شقة وعربية والدنيا حلوة والدنيا ماشية حلوة قوي لغاية دلوقتي، بس طلع قصير شوية، خلاص بقى ما تدقيش، ماشي الدنيا خلي الدنيا تمشي يا ست. او مثلا طلع ان شعره خفيف شوية وشوية وهيقع، خلاص يا ستي ما تدقيش الدنيا هتمشي، احنا مش طالعين بالشعر ده لغاية الاخرة. يعني مش هنسيب الامور الاساسية المحبة والقبول والتفاهم ونمسك في التفاهات دي سمرة حبتين قصير حبتين، مش كده صح ولا ايه؟ ها؟ وانا مش بكلمك، لما اكون بكلمك تركز معايا. طب ايه ده؟ طب انا هكمل الفيديو ازاي؟ واحد يسألني سؤال ويقول لي هل الاختلاف ممكن يبقى مقبول؟ طب ازاي؟ يعني مثلا لو واحد عصبي مش هينفع يتجوز واحدة عصبية، لاما هيخلفوا العيال ويروحوا مصحة نفسية. لو واحد عصبي لازم يتجوز واحدة هادية شوية تمتص غضبه، فهنا الاختلاف مطلوب. لكن مثلا ما ينفعش يبقى واحد بخيل او خلينا نسميها حريص شوية، وواحدة تبقى كريمة جدا، ما هنا الاختلاف هيبقى غير مقبول، لان هو بيحاول يحرص في كل دقيقة على كل قرش بيدفعه وهي بتحاول تصرف في اي حاجة، فهنا هتحصل مشاكل، لان كل حاجة هي بتصرفها كأنها بتضربه بالرصاص في دماغه.
هنا الاختلاف غير مقبول، أو زي ما بيقولوا كده القطب الموجب ينجذب للقطب السالب. في حاجات الاختلاف فيها مش مقبول، موجب مع موجب بيتنافر. معلش يا لبنى فيزياء شوية بس بتنفع ساعات. لكن البخيل ممكن يبقى سعيد جدا لو اتجوز واحدة بخيلة، أو يعني خلينا نقول الحريص يتجوز واحدة حريصة. تقول له أنا النهاردة مرضتش أركب مواصلات وجيت من عند المدرسة مش، متشكر جدا يا حبيبتي انت وفرتي 5 جنيه، وأنا كمان كنت عطشان جدا ومرضتش أجيب إزازة مية من الكشك، ولما روحت شربت من المية اللي من الحنفية، لأن مية الحنفية فيها معادن وحاجات قوية جدا بتصحح من جسم الإنسان. انت عارف كمان يا حبيبي انا لما جيت اقطع البطيخ ما سبتش الحتة اللي جنب القشة علشان نستفيد من البطيخة. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي يا اعظم زوجة في الدنيا، الله يخليك ليا يا حبيبي، ويندمجوا الاتنين في حياة سعيدة. ممكن انت تحس ان الموضوع كوميدي شوية، لكن دي حقيقة. لو حد حريص مع حد حريص هيبقوا الاتنين متفاهمين جدا مع بعض وبيحبوا بعض جدا. يبقى كده في طباع لازم تكون مختلفة علشان الدنيا تمشي، وفي طباع لازم تكون متشابهة جدا علشان الدنيا تمشي. الحاجة المهمة جدا في الجواز هي التنازل. علشان الدنيا تمشي لازم يبقى فيه تنازلات. للأسف العند هو اللي بيخرب البيوت لأنه مفهوش فكرة التنازل. إيه اللي يعيب الراجل إن هو يتنازل؟ يقولك لا أنا لو اتنازلت مرة هتنازل التانية ومش هيبقى ليا كلمة مسموعة. وإيه اللي يعيب البنت إن هي تتنازل؟ تقولك لا أنا لو اتنازلت هبقى شغالة عبدة تحت رجليهم، هو فاكرني إيه الشغالة اللي جايبها له مامته ولا إيه؟ إيه اللي يعيب إن إحنا الاتنين نتنازل ونوصل لحل وسط علشان الحياة تمشي؟ علشان تعرف ترتبط صح لازم تبقى عارف إن إنت هتبقى نمرة 2 مش نمرة 1، واللي إنت هترتبط بيه هو نمرة 1. يعني إنت لازم يبقى جوزك هو نمرة 1، وجوزك لازم تبقي بالنسبة له إنت نمرة 1. وبعد شوية لما ربنا يكرمكم ببيبي، البيبي ده هو لازم هيبقى نمرة 1. الجواز هي دعوة للعطاء والخروج من الذات وإسعاد الآخر. تعطي علشان الحياة تمشي، انت تعطي وهي تعطي، وهنا هيحصل توافق ما بينكوا انتوا الاتنين. كده بقى تعرف تجاوب على سجل ازاي؟ يعني انا سجل ازاي حضرتك؟ ها كده تقدر تجاوب على صاحبك اللي كان بيقولك ازاي تختار شريك حياتك؟ احب اقولك لسه لينا تكملة، وانا عمال الخص لك الحاجات في كلمتين ابرك من 10.